اخر محاضره انتوا عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. اسمع فيهم دايما الحمد لله الحمد لله، سواء في خير او شر يقول ايه؟ لا مش الحمد لله وكأننا مش عايزين نقولها. لا عجبا لامر المؤمن ان امره كله لخير، إن أصابته ضراء شكر صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هو في كل الأحوال في خير، فما أقولهاش كده وأنا زعلان كأني بعترض على ربنا. المحاضرة اللي فاتت إحنا كنا بنتكلم إزاي نطلع من السجن، واخر حاجه هنا اتكلمنا على السباينو سيريبيلم، كيف تخرج من السباينو سيريبيلم، خروج الاوت بوت من السباينو سيريبيلم. هنا ده بيتم قسمنا طبعا السباينو سيريبيلم الى الفيرمز والى الانترميديت زون او البارا فيرمال بورشن. قلنا ان الفيرمز خلاص هم عن برستيجن ايه؟ عن برستيجن نيوكليوس. اما الانترميديت زون او اللي هي البارا فيرمال بورشن ده المخرج بتاعه عن طريق مين؟ نيوكليوس انتربوزيتس. وقلنا ان من السيريبيلر كورتكس اوف دي انترميديت زون تو دي نيوكليوس انتربوزيتس، ومنها هنشوف بقى هنروح فين؟ هنروح الى الكونترالاترال ثالاموس، ننتهي على الفنترولاترال اند فنترو انتيريور نيوكلياي، ومنها الى الايه؟ سلامك ايه؟ راديشنز اللي هي بتخترق الانترنال ايه؟ كبسول، الى الموتور كورتكس، او ممكن من الانتربوزيتاس الى الثالاموس ايضا، ولكن تنتهي على الميد لاين ستراكشر اوف الثالاموس او الميديال نيوكلياي اوف الثالاموس، ومنها الى البيزال جانجليا، وايضا من الانتربوزيتاس الى الايه؟ ابر بارت اوف ريتيكولار فورميشن، ومنه ريتيكولو سباينال تراك، وايضا من النيوكليوس انتربوزيتاس الى الريد نيوكليوس اللي هو اللور بارت اوف ريد نيوكليوس بيسموه الماجنو سيلولار بارت اوف ريد نيوكليوس، ومنه الى الروبرو سباينال تراك. ده الاوت بوت من السباينو ايه؟ سيريبيلم. طبعا انتوا هتقروا الكتاب، احنا بنقول اهو بكرر مره واثنين وثلاثه وبنعمل ريبيتيشن للمعلومه. لا لازم المعلومه تبقى كلير بقى خلاص. المكتوب عندكم في الكتاب حاجات بتتناقل من سنين في نفس الايه؟ معلومه. فمركز وكان السيريبيلم هو النيو سيريبيلم. لا هو دلوقتي اصبح كل لوب له اللي هي اوت بوت وله طريق بيخرج ايه منه، فلازم نبقى اكثر ايه؟ تحديدا. فلما نقول لك الاوت بوت من السباينو سيريبيلم ماشي ازاي، تقوم تقول اهو الديفرنت اوت بوت من السباينو سيريبيلم يبقى انه دي سيريبيلم نيوكليوس، يبقى عن طريق مين لمين؟ نيوكليوس انتربوزيتس. امشي معاه بقى الاكسونز اللي طالعه من نيوكليوس انتربوزيتس، تنتهي فين؟ في الثالاموس كونترالاترال ثالاموس على الفنترولاترال اند فنترو انتيريور نيوكلياي اوف ذا ثالاموس، ومنها ايه؟ ثلاميك راديشن الى الموتور كورتكس. وهذا الباسواي يكمل لنا سيركت، هذه السيركت تبقى ايه؟ كورتيكو بونتو سيريبيلو انتربوزيتس ثلامو كورتيكال. دي سيركت ايضا، دي مهمه جدا، لان المين فانكشن اوف ذا سباينو سيريبيلم از دي كوردينيشن اوف موفمنت اوف ذا اجونست اند انتاجونست اثناء الايه؟ موفمنت. ده المسؤول الرئيسي عنها مثل اكسكيوجن اوف بريسايز اكسكيوجن اوف ذا موفمنت اللي هي قلناها مع مين؟ مع الموسي فايبرز. هو ده السباينو سيريبيلم، ده المسؤول عن بريسايز اكسكيوجن اوف ذا موفمنت ذا كوردينيشن بتوين اجونست اند انتاجونست سبيشالي اوف ذا ديستال ليمب ماسلز.
لان ما رسمنا احنا رسمه الريبريزنتيشن اوف ذا بودي وقلنا اللي موجود في السنتر ايه اللي في الفيرمز الاكزيال والايه والبروكسيمال، اما الموجود في البارا فيرمال اللي هو الموجود في الانترميديت زون موجود الديستال لمب ماسلز ودي الجزء الاساسي في السباينو سيريديلم انه خاص في الكنترول اوف ذا موتور اكتيفيتي اوف ذا ديستال لمب يعني الكوردينيشن اوف ذا موفمنتس اللي هي performed by the distal limb muscles especially of the hand and the fingers والfoot and toes. What is the function of the spinocerebellum? The function is the precise execution of the movement or smooth coordination of the movements especially that of the distal limb muscles اللي هي of the hands and fingers والfeet and toes. يوم تخرج الحركة smooth coordinated و purposeful. طب حركة لها هادفة لها ايه؟ هذا اهمية الرسالة لان الفايلو سيريبيلم ده بيستقبل input زي قلنا قبل كده سواء من الموتور من الكورتكس الموتور كورتكس عطري كورتيكو بونتو سيريبيل ده جاي بايه ده؟ جاي بيه كوبي من الموتور بلان يبقى اذا بيستقبل ايه؟ كوبي نسخه من الانتندد موفمنت ديزايرد موفمنت ذا بلان اوف ذا ديزايرد موفمنت يعني الخطه بتاعه الحركه المرغوبه المرغوب عملها فديت جايه بلان الى الايه الى الفاينل سيريبيلر عن طريق كورتيكو فونتو سيريبيلر وايضا يستقبل فيدباك جاي منين جاي من عند الانتيرور هورن سيلز وجاي من البروبر ريسبتورز الموجوده فين في الماسلز عن طريق فيري رابيد كوندكتنج تراكس اللي هو السباينو ايه سيريبيلر تراكس الفنترال اند دورزال وقلنا الفنترال انفورم ذا سيريبيلم اباوت ايه هو ذا اكشوال موتور سيجنالز ريتشنج ذا انتيريور هورن سيلز اسمه انتيريور موتور درايف يبقى ده بيوصل معلومه للسيريبيلم عن الايه الاكشوال موتور سيجنالز اللي بتصب على الانتيرو هورن سيلز سواء من ديستندنج تراكس هذا الكورتيكو سباينال والروبرز ديستندنج تراكس او جايه من لوكال ايه لوكال جنريتورز اسمها الموتور باترن جنريتورز الموجوده في السباينال ايه كورد او جايه من ريفلكسز اذا في معلومه عن الامبلسز الحقيقيه اللي واصله الى ايه الوصله الى الانتيرو هورن سيلز ففي فيدباك انفورميشن تو ذا سيريبيلم اباوت ذا اكشوال موتور سيجنالز ريتشنج ذا انتيرو هورن سيلز وسميناه ده ايه؟ افرنس كوبي افرنس كوبي وايضا وصل للسيريبيلم معلومه بقى عن طريق دورز الستايل سيريبيلم ايه؟ تراكس عن العضله نفسها من الريسبتورز الموجوده الماسل سبندل ومن الجولجي تندن اورجن ومن اللارج داكتايل ريسبتورز زي الباسينا الكورباسيل الموجوده حوالين الاي جوينتس يبقى واصل له معلومه من هنا ايضا المعلومه دي اباوت وات اباوت ذا فورس اوف كونتراكشن اباوت ذا لينف ذا تشينج ان لينف ذا تنشن ذا تشينج ان تنشن about the forces acting on the surface of the body, about the position of the different parts of the body, about the direction of movement and the range of movement. إذا في معلومة feedback information عن الأداء العضلي performance once it starts. ومجرد ما يبدأ في معلومة سريعة جدا هترجع للإيه؟ للسيريبيلم feedback information about the performance الاكشوال بيرفورمانس اوف ذا موفمنت الاداء الحقيقي للعضله يبقى اذا السيريبيلم دلوقتي بيستقبل حاجتين حاجه سباينو سيريبيلم حاجه جايه من الكورتكس موتور كورتكس وهي الخطه المرغوبه مرغوب ادائها
اللي هي الاوردرز الاوامر وصلوا نسخه من الاوامر الاوردرز او الحركه التي ينتوى ادائها او المرغوب ادائها. وفي نفس الوقت وصلوا انفورميشن فيدباك من الارجين هورنتلز اباوت ذا اكشوال سيجنالز. ممكن يكون شويه سيجنالز نازله بقى من الكورتكس تعطلت في الطريق او ما وصلتش بالعدد الكامل. يعني مثلا القائد العام للقوات المسلحه بعت رسائل الى البال على الجبهه. في ناس تعطلت في الطريق، دبابتين ثلاثه وقفوا في الطريق. انا عايزين الحقيق اللي وصل فعلا على الجبهه يبقى كام، عايزين معلومه توصل لنا، مش يمكن عطل الكل اللي ماشي ده هو عطل في الطريق وفي كل اثنين ثلاثه كملوا. عايزين الحقيقي الاكشوال سيجنالز وصلت الوسط انتير هورن سيل. وعندما تبدا المعركه وفي البدايه عايزين معلومه سريعه من المراسلين الحربيين الموجودين في ارض المعركه، ايه الاوضاع دلوقتي عندكم، الاخبار ايه، البدايه ايه، قويه ضعيفه، حد متعثر، مين ماشي في الاتجاه شمال، مين دخل يمين، مين دخل في السنتر، عايزين نعرف فهكذا. يبقى اذا احنا دلوقتي في سيربيلم بدات توصل له نسخه من القصه التي ينبغي ادائها، خطه الموضوع والاداء الحقيقي والفعلي. يبقى اذا هنا السيربيلم يقدر ان هو يطابق بين بين الخطه الموضوعه والمرغوب ادائها وبين الاداء الحقيقي. هل الاداء الحقيقي بينفذ الخطه كما هي كما ينبغي، ماشي بقى بالوحده وما فيش اي ايرور، يقدر يكتشف بقى هل هي ماشيه فعلا كما وضعت الخطه ام انها متعثره في شيء ما. متعثره يقدر ان هو يكتشف هذا، يقول اه ده الخطه اللي بتقول كذا كذا، ده اللي بيحصل كذا كذا، مش ماشي مع الخطه المحطوطه. فيقدر ان هو يكتشف يديتكت هذا الايرور او هذا الميس ماتش من خلال نعمل مطابقه ما بين البلان وما بين الاداء الحقيقي وهو البرفورمانس. الاثنين ماشيين ولا بيبص خلاص يبلغ الرئيس كل حاجه 100 100 كل حاجه. لا احنا عندنا مشكله، في مشكله. السيربيلم حينما يكتشف مشكله لا هيقول للرئيس ده في مشكله، هيقول له ما انت قاعد تلعب. انا ما الرئيس بس واحد مسؤول عن حاجه معينه، وبعدين يقول لي ده في مشكله، هقول له ما انت قاعد تعمل ايه؟ مش هقول له كده على طول لو في ضبط وربط، يعني ما احنا مش فوضى يعني قاعدين كده، هقول له انت قاعد شغلتك ايه؟ لا فهو مش بيستنى بقى، السيربيلم مش هيستنى حد يهزقه ويقول له شغلتك ايه؟ هيبدا هو يتصرف يعمل كوركشن وسب كونشيس بدون علم السلطات بقى وبدون علم سب كونشيس. يبقى يبدا يعمل سب كونشيس كوركتيف سيجنالز، هو كنت في التسجيل سب كونشيس كوركتيف سيجنالز، يبعتها لمين؟ يبعتها لمريض اتصالاته، الاتصال مره اخرى للكورتكس عن طريق المخرج بتاعه من الانتربوزيتاس الى السبيريو سيربيلر بدنكل الى الثالاموس الى الموتور كورتكس. ممكن ازود انا انشط، طب انا محتاج اديشنال سيجنالز او ممكن استعمل بقى تراكس برضو عندي في زي عارفين اللي هو اللي اسمه مسرح العرائس ده اللي بيحركوا بصوت العرائس، هو ماسك بمسرح العرائس ده يحركهم بالديستندنج تراكس الصوت اللي كان يحرك يوم. فعنده كونكشن مع الار بارت اوف ايه بيتيكولار فورميشن بيتيكول سباينال تراك، وعنده كونكشن مع الريب نيوكليس روبر سباينال تراك، وعنده ديستندنج انهبيتوري و اكزيتاتوري يبدا يغير ويظبط ويصلح هذا الايرور. يبقى دي فانكشن اوف سباينال سيربيلم از سيميلر تو ذات اوف ذا انفيريور اوليفري كومبلكس اللي قلناه. يبقى هي نفس الكلام، سباينو سيربيلم بيعمل عمليه مطابقه كومبير بتوين ذا موتور انتندد موتور بلان القطه، لانه عنده نسخه كوبي عن طريق عن طريق الافرنس كونكشن مع الموتور كورتكس كورتيكو بونتو سيربيلر. وفي نفس الوقت عنده معلومه عن الاداء الحقيقي وعن النمبر اوف سيجنال الحقيقي اللي وصل الانتير هورنتيل فيدباك انفورميشن، ومن خلال هذا يعمل كومبير يعني يطابق يعني ماتشنج بتوين ذا كوبي اوف ذا بلان ذا انتندد بلان اوف موفمنت وبين الاكشوال بيرفورمانس
الاداء الحقيقي. لو الاثنين ماتشنج وفيفرابلي كومبيرد انطلقي ايتها الحركه انطلاق، مش مشكله خالص. لكن ميس ماتش نوت كومبيرد فيفرابلي، في حاجه في ايرور عليه انه يعمل ديتكشن اوف ذيس ايرور، هو اللي يقدر يقول انه هيطابق دي مع دي، ثم يكالكيوليت هذا الايرور يحسبه ثم يكرست سب كونشيسلي. يبقى اذا هنا سباين سيفير لما هيلعب دور هل في هذا انه اكت از كومباريتور بتوين ذا انتندد موتور بلان اند ذا اكشوال بيرفورمانس. If there is a mismatch, if there is an error, if it is not favorably compared, علي everybody detect هذا الايرور وي كالكيوليت هذا الايرور وي كوريكت subconsciously من خلال its connection with the motor cortex and its connection with the reticulospinal tract and the robrospinal descending extrapyramidal tracts. ولذلك السيربيلا مهم جدا في ايه؟ عشان تخرج الحركه سموز كوردينيتد لها بيربز، وهو انك تشرب كوبايه الشاي وتحط السندوتش على بوقك، يعني بدل احطه فين؟ تقعد تاكل بقى تشغل بوقك والسندوتش محطوط عايز بيربز، كل حركه لها هدف. يبقى لازم يشتغل مين؟ ده المين فانكشن اوف ايه؟ سيريبيلم. وعرفنا اكس ايه؟ سيركس. عندنا الجزء بعد كده فيه سيريبرو ايه سيريبيلم او النيو ايه سيريبيلم اللي هو اللارج لاترال زونز اوف ذا سيريبيلر هيمسفير. اللي احنا ما قلنا الاسمين كان كده النقط اهو اللي هو اللارج لاترال زونز اوف ذا سيربيلر هيمسفير. طيب نخرج ازاي من الـ من من الـ من السيربرو سيربيلر ده؟ هتخرج مش كده. اقل من نخرج ازاي؟ عشان برضه بقى هنا حته في السبايروس سيريبيلم. السبايروس سيريبيلم انا بتكلم على الحاجه والفانكشن عشان نخرج من الفانكشن بالمره. فالسبايروس سيريبيلم من الحاجات اللي بيعمل انهبيتوري تو ماسل تون. السبايروس سيريبيلم از ايه؟ انهبيتوري تو ماسل تون. انهبيتوري تو ماسل تون من خلال اتس كونكشن ويز ذا ريتيكولار فورميشن. عندنا في الريتيكولار فورميشن في حته فاسيليتاتوري وحته ايه؟ انهبيتوري. الفاسيليتاتوري موجوده فين؟ في البن. والانهبيتوري موجوده فين؟ يضل اوبلونجاتك. والفاسيليتاتوري فيها انترنسك اكتيفيتي، والانهبيتوري ذير از نو انترنسك اكتيفيتي. طيب ازاي بقى السبايرو سيربيلم بيشتغل؟ ما فيش احنا عندنا دايركت كونكشن بتوين السيربيلم وبين الانتيريور هورن سيلز، مش عارف اسمها سيربرو سباينال. ما عندناش ديسندنج تراك اسمه سيربرو ايه؟ سيربرو سباينال. كل حاجه ان دايركت، يعني من خلال ناثر على الديسندنج ايه؟ تراكس. فالسبايرو سيربيلم ازاي يعمل انهبيشن للماسل تون؟ لو انفرد لوحده يعني يعمل انهبيشن من خلال its connection with the reticular formation and the red nucleus. يبقى الفيروس سيريبيلم لما يحب يعمل انهبيشن يبقى عنده ايه؟ عنده الريتيكولار فورميشن. يعمل استيميوليشن لمين؟ للانهبيتوري ولا للفاسيليتاتوري؟ ايوه ينشط الانهبيتوري اللي هو سايلنت، هو يعمل له استيميوليشن. ولما يحصل استيميوليشن للانهبيتوري بينه وبين الفاسيليتاتوري ريسبروكال ايه؟ كونكشن، بحيث لما واحد يبقى اكتف الثاني يبقى ايه؟ انهبيتد.
يبقى الكايل سيريبيلم از انهبيتوري تو ماسل تون. يعني لو حصل ديستراكشن اوف دي سيريبرو سيريبيلم واتساب هو لوحده بقى يشتغل كده سبايرو سيريبيلم، هنلاقي ايه؟ هنلاقي انهبيشن للماسل ايه تون، يعني هايبو ايه هايبوتونيا، ودي تتم من خلال اس كونكشن ويز ايه ريتيكولار فورميشن ذا فين ستيم، يعني يعمل ستيميوليشن اوف ذا انهبيتوري ريتيكولار فورميشن، وفي نفس التوقيت على طول لان بينهم علاقه يروح حصل انهبيشن للفاسيليتاتوري. يبقى اللي يحصل اكتيفيشن للانهبيتوري اريا اللي هي موجوده ميدلري، في نفس التوقيت حصل ايه لما يحصل ستيميوليشن انهبيتوري يحصل ايه inhibition of excitatory، والعكس صحيح. يبقى الفايروس ريبيلا مثل الاسكت اون دي ماسل تون از انهبيتوري، ده لو التاب يشتغل ايه لوحده. لكن دايما في وجود السيريبرو سيريبيلم فالسيريبيلم الاكشن بتاعه البريدومينانت از اكزيتاتوري. يبقى عندنا السيريبرو سيريبيلم اكزيتاتوري والسبايرو انهبيتوري. الاكزيتاتوري يشتغل من خلال ستيميوليشن اوف ذا اكزيتاتوري ريتيكولار فورميشن مع ستيميوليشن اوف ذا فيستيبولار نيوكليوس فيستيبولو سباين، ده ايضا اكزيتاتوري. والسباينوس ريبيلم از انهبيتوري، واحد اكزيتاتوري واحد انهبيتوري. ذا بريدومينانت افكت از اكزيتيشن، ولذلك انت لو شفت السيريبيلم خالص يحصل ايه في الماسل تون؟ inhibition هايبوتونيا، لان البريدومينانت افكت از اكزايتيشن. يبقى السيريبيلم في جزء انهبيتوري وجزء اكزايتاتوري، لكن النوبل الاثنين موجودين البريدومينانت از اكزايتيشن. فلما اعمل انا اشيل السيريبيلم خالص كان انا شلت ايه اكزايتيشن فاتيليتيشن، يبقى الافكت يكون ايه هايبوتونيا. يبقى لو السباين سيريبيلم اشتغل لوحده ده انهبيتوري من خلال ستيميوليشن اوف ذا انهبيتوري ريتيكولار فورميشن ميدلري ريتيكولار فورميشن، وايضا من خلال انهبيشن اوف ذا فيستيبولار اند اوليفري. الناس تركز بقى، وات از ذا افكت اوف سباين سيريبيلم اون ماسل تون؟ ات از انهبيتوري. يعني من خلال ايه؟ من خلال stimulation of the inhibitory reticular formation، stimulation the inhibitory reticular formation مع inhibition of vestibular and inferior olivary، لان الاثنين دول الزيتات اللي هبطل هيحصل ايه inhibition. امال cerebrocerebellum تأثيره على المصل تون ايه؟ facilitatory، من خلال stimulation of the facilitatory reticular formation bontine مع stimulation of the vestibular and inferior olivary، والاثنين دول كل ده اكزيتاتوري. طيب الاثنين موجودين مع بعض، واحد انهبيتوري واحد اكزيتاتوري، البريدومينانت افكت از facilitation. ولذلك لو شفت السيريبيلم كله على بعض كانك لغيت facilitation، بالعكس يحصل inhibition للماسل تون ويحصل هايبوتونيا. واضح؟ يبقى ده spinal cerebellum. من ضمن برضه الفانكشن السباينو سيريبيلم ده فانكشن مهمه اسمها دامبنج فانكشن. قبل ما اخش على السيريبيلم سيريبيلم اللي كان اسمه دامبنج، يعني يبقى من ضمن الفانكشن السباينو سيريبيلم حاجه اسمها دامبنج. يعني ايه دامبنج؟ دامبنج ايه دي؟ ها؟ يمنع التريمور. ايه انا حد حاجه ثانيه صح prevention of صح المعنى بالعربي يعني الكتم. واحد بيكاخر اقول له اكتم اكتم يعني ايه؟ يعني نو ستريس مكتوب. يبقى كلمه دامبنج means ending or terminating the movement without overshooting or without oscillation rapidly وprecisely at the right time and at the right destination.
or the intended mark. يبقى انت تنهي الموت. كلمة الدائم دي يعني ايه؟ يعني انهاء الموت بدون اي ايه overshooting او oscillation، ما تأثرش ولا تزيد. يبقى بدون oscillation اللي هي تريد وتنهيها في التوقيت الايه الرايت، هو الرايت مش الرايت اللي هو الصح يعني، زي ما قلنا الطريق الصح بتاع ايه معتز مسعود، ولا ايه عند المكان المكان الصح. الراجل ده ممتاز جدا، خلي بالك قول له اسمعوا عند الرايت ايه بعد كده ما بعده ما تسمعوهوش. اللي هو بيروح يعني تلاقي بعد منه يعني جايب حاجه كويسه وبعد منه حاجه مش كويسه. يعني احنا ده دايما الاعلام المصري كده يقول لك احنا بنمسك العصايه من النص، هي مش من النص قوي لانه يعني هي مايله قوي، لكن يقول لك انا لازم نقدم المشاهد اللي عايز بقى ياخد دي ياخدها، واللي عايز الكويس يمشي مع الكويس. يعني تلاقي بعد الموضوع ده جيب لك فنانه بقى وجيب لك افلامها وما اعرفش يعني ازاي تجيب معتز مسعود، وبعدين بعدها تهد اللي انت قلته بعد ثلاث دقايق. فالمهم خلاف الرايت، فالرايت ايه؟ الرايت طيب يبقى انهاء الحركه terminating the move or ending the move بدون اي oscillation او overshooting او dysmetry او tremors، بس تنهيها ايه rapidly rapid termination move و precisely. كلمه precisely بدقه يعني ايه؟ يعني في الوقت الصح وفي المكان الصح. يبقى as the intended ايه limit اللي انت عايزه، عايز تنهي تجيب صباعك عند التب اوف ذا نوز تجيبه عند التب بالظبط، ما تروحش هنا بقى ايه. عاوز تجيب كوبايه الشاي وتدخلها على بقك يبقى تيجي على بقك بالظبط ايه، ما تروحش كده ولا تاثر وتيجي كده ولا تقعد رايح حاجه هي كده ايه. يبقى ده لازم ايه، يبقى عايز انهي الحرب رابيدلي وبريسايزلي ات ذا رايت تايم اند ات ايه رايت مارك or point او intended limit او right destination or place. ودي معنى واحدة، يبقى دي معنى damping. what is meant by damping؟ damping means ending or terminating the movement rapidly and precisely without oscillation. ومعنى precisely يعني at the right time and at the right place, right site, mark, intended limit, destination. دي معنى كلمة damping. احنا لو cerebellum مش موجود اي movement عندنا عندها tendency to overshoot. In absence of cerebellum وجدوا ان اي موفمنت عندها تندنسي تو اوفر شوت او يحصل فيها ديسمتريا بسبب المومنتم، بس التندنسي دايما ان يحصل هايبرمتريا يعني باست بوينتنج، يعني تعدي البوينت الانتندد ليميت. ليه؟ لان في حاجه اسمها المومنتم اوف موفمنت. ايه المومنتم؟ المومنتم از فورس كيبنج ذا موفينج اوبجكت موف. فهمتوا ازاي انتوا دارسين رياضه؟ امال الانيرشيا يعني ايه؟ دي الانيرشيا على التصوير ازاي؟ دي انيرشيا. اما المومنتم يعني ايه؟ العزم. العزم. يبقى لما في جسم بيتحرك ايه؟ ممكن ما يقف ما يقفش على طول، حتى لو يعني انت لو انت فرملت العربيه او قطر فرمل او حاجه المفروض يقع، لا تلاقي زحف شويه. الزحفه دي اسمها المومنتم اوف موفمنت، بعد ما وصلت المحركات مشي شويه بقى. المشي شويه دي هي اسمها ايه المومنتم اوف ايه اوف موفمنت، اللي هي عباره عن فورس كيبنج ذا موفينج اوبجكت موفينج. يبقى ما زال محتفظ بايه؟ بانه بيتحرك شويه. فاحنا عندنا اي حركه يعني في غير السيربيلم، اي حركه لو انت دلوقتي بتتحرك كده اهو انت عايز يقف هنا، لا اول ما يجي تروح يروح معدي شويه، اللي شويه اللي عداهم دولت اسمهم المومنتم. يبقى عدى باي مومنتم اسمها المومنتم وعزم الحركه. احنا عندنا كل الموفمنت عندنا عندها ايه تندنسي تو اوفر شوت،
by its momentum in absence of cerebellum. وجدوا هذا يعني عرفوا ازاي cerebellum له damping function يعني شالوه وجدوا ان كل movement بيحصل فيها ايه overshoot. Overshoot, this overshoot can be detected by the cortex. ده ممكن تكتشفه مين؟ الكورتكس consciously. بدليل ان انت لما تعدي كده واحد سألك انت ايدك فين دلوقتي؟ هيقول لا ده عدت البق. ما انت دام قلت تحت البق يبقى انت ايه؟ conscious واعي لمكانها فين دلوقتي. This can be, this overshooting can be detected consciously. ويبدا يحصل له conscious correction by the cortex. يبقى الكورتكس تبدا تصلحه. تصلحه ازاي الكورتكس؟ ان انت لما تكتشف ان ذراعك عدى تقول الله ده عدى ما رجعه تاني. فتروح تبدا تحاول تعمل ايه؟ ترجعه consciously. تقوم تعمل movement in the reverse direction. تيجي تعمل movement في reverse direction تروح عامل overshooting. الله ده عدى. تقوم تعدى تصلحه وتروح عامل movement in the reverse direction في overshoot. يقعد ايه؟ الليمب رايح جاي كده حركه بندولر موفمنت اراوند ذا انتندد ليميت. الناس سميناها ايه؟ سميناها تريمورز او سميناها ايه كاينتيك لانها بتحصل اثناء اداء حركه فولنتري موفمنت. فتقعد رايح جاي دي الاوسيليشنز اوف ذا ليمب حول الانتندد ليميت. يقعد رايح جاي رايح جاي سيفرال تايمز بفور فاينالي ستوب اد انتندد ليميت. هذه الاوسيليشنز اثناء البرفورمانس اوف فولنتري موفمنت سبيشالي توارد ذا ترمينيشن اوف موفمنت. لان انت وانت شايل كوبايه الشاي كده مفيش مشاكل. كل ما انت بتقرب بقى ان الحركه هتقف ان انت المكان اللي هتقف عنده تبدا المشاكل. يبقى اذا هيحصل لنا حاجه اثناء بيرفورمانس اوف فولنتري موفمنت وخاصه مش في البدايه وانت بتقرب من الانتندد ليميت. يبقى اللي هيبدا يحصل توورد ايه؟ ذا ترمينيشن اوف موفمنت. يبقى في حاجه بتحصل اثناء اداء فولنتري موفمنت. انا عاوز اشيل كوبايه الشاي اجيبها على بقي. انت هيحصل حاجه بس بتحصل في البدايه ولا بتحصل وانت بتقرب من بقك؟ هتحصل وانت بتقرب من بقك يبقى towards the termination of movement. يقعد الليمب رايح جاي اسمها ايه oscillation حول مين؟ حول البق اللي هو الانتندد ايه؟ limit. ولذلك سميناها intention tremors لانها حول الانتندد ايه؟ limit. وهي تحصل اثناء حركه voluntary movement فسميناها kinetic or action tremors. وهي بتحصل towards the termination of movement سميناها terminal tremors. تقرا المسميات دي كلها. يبقى احنا عندنا اهو في غياب السيريبيلم هيحصل لك حاجه لان كل الموفمنت بطبيعتها عندها تنزل بتحصل فيها ايه؟ اوفر شوت. سوبر شوت باي ايه؟ لوجود حاجه اسمها ايه؟ المومنتم. ففي غياب السيريبيلم مين اللي هيصلح هذا؟ الكورتكس كونشيسلي. طب تصلحه ازاي؟ لما يوفر شوت ويباست بوينت يعني يعدي النقطه بقك يعني يقوم الكورتكس عاوز تصلحه كونشيسلي بانها تعمل حركه ان ذا اوبزيت دايركشن. فالكوركشن نفسه الكوركتنج هنا اوفر شوت فتتصلح اجين. يقعد رايح جاي بهذا الشكل يحصل اوسيليشن اراوند ذا انتندد ليميت. سمينا دي ايه؟ كاينتيك تريمورز. يبقى لما يبقى في غياب السيربيلم او في اكستنسيف سيربيلر ليجن انفولفنج ذا ديب سيربيلر نيوكلياي هيحصل لك حاجه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ انا عايز اسمع حد من اللي ورا عشان صوتي يوصل لنا هنا. اسمها ايه؟ ايه بس انا اقول اكثر شجاعه؟ ده انا بس انا اقول واحد راح جاي زي الصاروخ قلت له فيري جود عنده الغلط. انا بقول له هو بقول له دي بس اللي واصل الهار ده دي جنجلونيك ولا بوست جنجلونيك؟ فواحد شجاع ورا قال لي بوست جنجلونيك. قلت له اول حاجه انت ممتاز يعني طلعت صوتك واللي طلع صوته هيطلع صوته في الشارع واللي جاوب غلط دلوقتي هيجاوب صح في اخر السنه لان عمره ما هينسى ان هو بري جانجليونيك لانه عارف ان هو فيري جود. سالت سؤال مره ثانيه سؤال واحد بعد منه راح ايه هو جاوب برضه بس غلط برضه.
لكن عنده الشجاعه. الشجاعه دي مطلوبه جدا، لان احنا ما رحنا دلوقتي احنا نتعلم نقول الغلط ونصحح وهكذا. اذا بريمو اللي يحصل هنا بقى في غياب السيريبيلم او اكستنسيف سيريبيلر ليجن انفولفنج ده ديب سيريبيلر نيوكلياي وليس مقتصر على السيريبيلر كورتكس، ده مش هيظهر لنا حاجه. لازم في الليجن اللي يظهر معاها مانيفستيشن في السيريبيلم تكون واخده مين؟ ديب سيريبيلر نيوكلياي. يوم هيحصل لنا حاجه اسمها ايه؟ ما انا عاوز اسمع كلمه انا هسمع كلمه ايه؟ واحد ممكن يقول تريمورز. تريمورز ايه؟ ما عندنا 1000 سبب للتريمورز وانواع مختلفه. انا منتظر كلمه ايه؟ كاينتك. عندنا حاجه في ساك، في كاينتك، في فلابن، في سينايل، في هيريديتري، في ايموشنال. لا هنا كلمه محدده نعملها اقوى لف حواليها. كلمه ايه؟ كاينتك. يبقى هنا في كاينتك ايه؟ تريمورز. يعني ايه كاينتك تريمورز؟ يعني تريمور كلمة كاينتك يعني موفمنت يعني حركة. يعني تريمورز هتحصل أثناء بيرفورمانس أوف حركة. حركة يعني إيه؟ فولنتري موفمنت موتور أكت. كلمة كاينتك. يبقى إذا أول حاجة نقول لك إيه هي بقى الكاينتك تريمورز؟ تقوم دي عبارة عن تريمورز أوكيرينج ديورينج ذا بيرفورمانس أوف فولنتري موتور أكت. نلعب زي بقى المشايخ اللي كنا يبقى فولنتري موتور ايه؟ اكت. يبقى دي معنى كلمه كاينتيك. لكن عشان الديفينيشن بتاعتي يزداد وضوحا تاخد الكلمه الثانيه ان هي اسمها ايه؟ اسمها تيرمينال تريمورز. معناها ايه؟ لانها بتحصل توورد ذا تيرمينيشن اوف موفمنت اضافه للتعليم. ثم تاخد الكلمه اللي بعدها هي بتحصل فين؟ ده الايد رايحه جايه فين؟ حول الانتندد ليميت. فهي تسمى intention tremors. يبقى اذا عشان اعرف كلمه kinetic tremors او action tremors او اسمها terminal tremors هقول ده كله في التعريف عشان يطلع الكلام مظبوط. يبقى اذا مع ال legion cerebellum extensive involving the deep cerebellar nuclei او removal of the cerebellum هيظهر لنا حاجه اسمها ايه؟ oscillation of movement overshooting او اسمها dysmetria. ايه الكلام ده؟ ليه الكاينتيك تريمورز، اكشن تريمورز، تيرمينال تريمورز، انتنشن تريمورز، وهي تريمورز اوكيرينج ديورينج ذا بيرفورمانس اوف فولنتري موفمنت towards the termination of movement around the intended limit. واضح؟ يبقى ايه بقى فايده وجود وجدوا بقى لما اكتشفوا كده قال لك الله ده السيربيلم كان عامل حاجه بقى لما غير ظهرت لنا الحكايه دي لما موجود بقى بتختفي. يبقى اذا السيربيلم هو اللي بيخفيها بيعملها ايه؟ دامبنج بيقفل نفسها ما تظهرش. يبقى البريزنس اوف ذا سيربيلم بريفنت ذا ابييرنس اوف دي تريمورز اللي هي الاوسيليشنز لانه اكت از ا بريك. بريك يعني مش بريك اللي ناكل يعني احنا عايزين بريك اكتر من هذا. اكت از ا بريك فانكشن. واللي احنا قلناها اللي هنستغل فيها مين؟ الموسي فايبر ايه؟ سيركت. ان انا في بدايه الموفمنت بقويها بدي اديشنال سيجنالز وبوتنشيشن من خلال الاسترن اون للدي سيربيلر نيوكلياي وانا منتظر بقى حاجه جايه في الطريق اللي هي بنسميها الديلي لاين نيجاتيف فيدباك اللي هتيجي تشغل تعمل انهبيشن للايه للاجونست تعمل له تيرن اوف وتشغل الفرمله اللي هي الايه انتاجونست فننتهي توردز ذا اند اوف موفمنت بحاجه اسمها تيرن اوف تيرن اون. تيرن اوف لمين؟ للاجونست. وتيرن اون لمين؟ للفرمال الانتاجونست. بينما في البدايه بنعمل حاجه اسمها ايه؟ تيرن اون تيرن اوف. تيرن اون لمين؟ للدي سيربيلر نيوكلياي اطلع اكزيتاتوري من الاجونست وفي الوقت ده اعمل ايه؟ عامل انهبيشن للانتاجونست. انت عايز تثني دراعك وتيجي كده؟ لا في البدايه عايز مين؟ عايز الفليكسورز. فانا بعمل كده ايه؟ تيرن اون للفليكسورز وعامل انهبيشن لمين؟ للاكستنسورز. ففي بدايه الموفمنت اسمها تيرن اون للاجونست مع تيرن اوف للانتاجونست. قربت انا من النهايه، قربت من النهايه، لا اروح عامل تيرن اوف للاجونست واشغل مين؟ تيرن اون للانتاجونست. يبقى عندنا ايه بيحصل حكينا في البدايه؟ تيرن اون تيرن اوف ونقصد بتيرن اون للاجونست وتيرن اوف للانتاجونست. وفي النهايه تيرن اوف تيرن اون
تيرن اوف للاجونست وتيرن اون للانتاجونست. يبقى هنا السيربيلم بيشتغل كايه؟ كبريك فرمله، يفرمل الاكشن ات ايه؟ ات ذا انتندد ليميت رابيدلي ها بريسايزلي ات ذا رايت تايم اند رايت بليس. يبقى دي من ضمن الفانكشن بيراميد دامبنج ايه؟ فانكشن بريك دي. لو مش موجود ومش عندك الدامبنج هيظهر لك الاوسيليشنز ويظهر لك حاجه ثانيه الفورماله دي ما تبقاش موجوده. تقدر تعرفها ازاي؟ من حد من الولاد. في حاجه اسمها ريباوند فينومينون. ريباوند حد اصلا مش هنعمل حاجه انت بتلعب بيها بتخافش. هي في حاجه اسمها ازاي اعرف ان البريك مش موجوده دي؟ بنسميها فليكشن تيست. فليكشن تيست او اسمها ريباوند فينومينون. فلا ما انا بقول له جبت دراعه وشد جامد عليه. شد لا شوف ما تشدنيش معايا انت قوي يعني شد جامد. شوف انا بقول له شد 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 فجاه ايه عامل ريليس للريزيستنس اجينست فليكشن. شوف هو عامل ايه؟ ايه اجين شد جامد. لا بص لها وشد بص لهم ماشي شد. لا انا عايز تتني فليكش فليكش فليكش. شوف دراعه ما ايه ثابت. لو واحد ثاني بقى عنده ليجن هتلاقي دراعه ده صار فلاينج اند هيتنج هيز فيس ما قدرش يعمل الفرمله. ايضا دي بيعملوها في الايه؟ انت لو واحد قلنا انا بقول لك ايه انا عايزك تطلع جري اول هيطلع جري وعند الوول هيطلع هتلاقيه واقف فرمل بريكنج واقف ناحية دخل فين؟ دخل في الحيط. اذا البريكنج فانكشن دي ممكن نختبرها بحاجه اسمها ريباوند فينومينون او فليكشن تيست اور بولينج تيست. اخليه يشد يعمل فليكشن اجينست ريزيستنس وبعد كده ايه اعمل سادن ريليس اوف ريزيستنس واشوفه لو ماسك دراعه كويس يبقى عنده بريكنج ايه فانكشن مظبوط. لكن لو واحد عنده ريجن في السيريبيلم ستنسف واخد الديب سيريبيلم نوكياي هلاقي ما عرفش يعمل هذه البريك واللمب فلاي اند هيت هيز ايه هيز فيس ماشي. طب يبقى اعرف ان فيها بريكنج فانكشن ام لا. من ضمن الفانكشنز اللي في السيريبيلم حاجه اسمها الباليستيك موفمنت. معلش انا قلت الباليستيك موفمنت حاجه اسمها الباليستيك موفمنت. الباليستيك موفمنت يبقى الفاين سيريبيلم ده خطير لانه بيستقبل كل الهيدروبريسبتيف ايه فيدباك انبوت جاي من كل البودي ويستقبل كوبي من جايه من الايه من الموتور كورتكس اباوت ذا بلان ويقارن عشان تخرج الحركه ايه بريسايز كوردينيتد سموز لها بيربوز. ويلعب دور في عمليه الايه الكتم كتم الاوسيليشنز والتريمرز ومنعها بريكنج فانكشن الفرمله. وايضا بيلعب دور في حاجه اسمها الباليستيك موفمنت. ايه الباليستيك موفمنت دي؟ تسمعوا يقول لك الصواريخ الباليستيه مش عارفين هذا الباليستيك موفمنت هي زي الصواريخ في السرعه. الباليستيك موفمنت اللي هي فيري رابيد موفمنت. فيري رابيد موفمنت الفيري رابيد موفمنت اللي هي زي ايه؟ زي التايب رايتر والبيانو بلاي بيلعب بيانو. وفي حاجه اسمها السكاديك موفمنت اوف ذا اي اثناء الريدنج اللي هنا عماله تنقل من كلمه الى كلمه اسمها سكاديك موفمنت اوف ذا اي موفمنت اوف ذا اي. او انت قاعد في الاتوبيس كده وعاجبك الطريق وقاعد تبص على الاشجار اللي ماشيه فعمال الاي تنتقل من شجره لشجره اللي هي سكسيتيف اوبجكتس اور بوينتس اثناء ايه وايل يو ار لوكينج فروم ذا ويندو اوف ا موفينج فيهيكل. انت راكب في ترين او راكب حاجه ولسه بقى ايه يعني طلعت مثلا سفير في دوله من الدول او وزير ولسه رايح الدوله دي اول مره وعجبك الطريق وقعد تبص تبص فهيحصل برضه حاجه اسمها تكاليف موفمنت اوف ذا ايه؟ اوف ذا اي مكان بقى جديد وبتاع وانت مبهور بيه وكده فعمال تبص ففي حاجه اسمها تكاليف موفمنت اوف ذا ايه؟ اوف ذا اي دي برضه رابد ايه؟ موفمنت. يبقى باليستيك موفمنت اللي هي الرابد موفمنت. الرابد موفمنت دي
وجدوا انها يعني العلماء بيقولوا طبعا محدش عارف بالظبط حواليها كتير يعني، لكن قالوا دي طبعا ده بتحصل في تايم قصير جدا من موفمنت اللي بعدها للي بعدها، مش معقول بيستنى السيريبيلم انه يجيله نسخه من الايه تجيله النسخه من الكورتكس البلان، وبعدين ينتظر الفيدباك وبعدين ينتظر الكونكشن مع الكورتكس ويظبط ويوضب. لا ده دي اكيد متخططه ايه جاهزه، فبيسموها بري بلاند موفمنت، عبال ما الايه تنزل اوردرز الى المسلز بعدين ترجع فيدباك انفورميشن والسيرفيلم يطابق ويشوف ايرور ولا مفيش ايرور. لا ديت ايه بيسموها بري بلاند، تعتمد الحركه اللي جايه تعتمد على اللي جاي من الحركه السابقه، يبقى الحركه السابقه ادت معلومات بناء على المعلومات اللي جايه من الحركه السابقه يتم التخطيط للحركه الايه اللاحقه، فهي ايه بيسموها بري بلاند. يبقى دي عباره عن بري بلاند موفمنت، بري بلاند بري بلاند تو موف، انا ببدا الموفمنت اتحرك فور شورت ايه فور شورت ديستنس زي ما ستوب بتبدا النيو ايه موفمنت، وهي هتعتمد على ايضا السيربيلر سيركت وبخاصه الموسي ايه فايبر سيركت، بس دايما كل حركه لاحقه يبقى متخطط لها سابقا من المعلومات اللي جايه من الحركه الايه السابقه. هي عباره عن موفمنت، ادي موفمنت فيري رابيد وبري بلاند، وبعدين محتاجه بقى السيركت شغاله 100 لانها ران فور اشورت ايه موف فور اشورت ايه انت ايدك صباعك ده هيخبط الثاني هيجي على طول مسافه قصيره جدا وتبدا موفمنت ايه اخرى، فهذه الموفمنت ار بري بلاند فيري رابيد فيري رابيد موفمنت بلاند تو موف اشورت ديستنس زين او تو جو اشورت ديستنس زين ستوب، فعايزه بروبر تايمنج في الترمينيشن وعايزه بريدكتيف فانكشن، يبقى هنا السيربيلم له وظيفه توقعيه ان هو تقول ان هو قلنا ممكن ان هو ايه ان هو يعرف التايمنج يضبط التايمنج وهاو فار ذا موفمنت ويل جو اند وين ذا نيكست موفمنت ويل ستارت، والا لو ده مش مظبوط كل الدنيا هتتلخبط في بعضها. هم العلماء بيقولوا انه اكيد ده بيلعب فيها لا تعتمد على الفيدباك لكن تعتمد على الموتي فايبر سيركت في الانيشيشن وفي المينتنس اوف ذا موفمنت او تو جو ا سيرتن ديستنس ذن تو بي ترمينيتد بريسايزلي ورابدلي اللي هي الدامبنج ايه دامبنج فانكشن، فدي اسمها الرابد موفمنت اللي هي زي البيانو بلاير وزي التايب رايتر وهكذا. يبقى من ضمن لو حصل بقى ليجن وجدوا ان هذه الموفمنت يحصل فيها ثلاث حاجات، اول حاجه سلو تو ديفلوب، لو حصل ليجن في السيربيلم والسيرفيس واخد السيربيلم من الاي اي هذه الموفمنت هتحصل فيها ثلاث حاجات سلو تو ديفلوب وتبقى ويك ذا فورس ديفلوب از ويك والترمينيشن از سلو، لسه قايلين دلوقتي ان مهم السيربيلم يخلي الترمينيشن ايه؟ رابد وبريسايز، يعني يوصل عند الانتندد ليميت بالظبط، لا ده هيبقى فيه مشكله، يبقى مشكله في البدايه ومشكله في المينتنس ومشكله في النهايه اللي هي المين فانكشن اوف ذا موسي ايه؟ فايبر نساعد البدايه وتنشيشن اوف ذا ستارت وتدي مينتنس طول فتره الحركه ثم ترمينيشن بريسايز ورابد، ده كل ده هيحصل. يبقى البداية غير قوية مش سلو اون سيت، يبقى المومنت سلو تو ديفلوب والفورس ديفلوب از ويك والترمينيشن از سلو وممكن يباست بوينت يعني اوفر ايه اوفر شوت، يوم تفقد الحركة اتس اوتوماتيسيتي فنسميها لوس اوف اوتوماتيزم. واحد قاعد انت مودي له الرساله بتاعتك وكده يكتب لك حاجه وانا بيبص لايده واحد يقول لك واحد ريفريشن ما غلطش ولا حرف هو بس من الكلام وده عمال تعمل كده، تعال اعمل له ريجن بقى في السيربيلم بقى هذه الرابط بقى مؤمن دي الحرف الاي هيخش في السي والسي هيخش في يبقى هنا اصبح عنده ايه لخبطه هنا وبقى فيش الحركه طالعه منه بطريقه الايه؟ الاوتوماتيك ده بيشتغل اوتوماتيك يقول ايه دي شغاله اوتوماتيك؟ لا هيحصل لوس اوف اوتوماتيزم.
وبعدين بيبدأ أي حركة عنده بطيئة، بدل ما كان بيكتب 100 حرف في الدقيقة، لا دلوقتي بيكتب إيه؟ ده 3 4 كلام مخبطين. بقت البداية سلو، وبقت الفورس ديفلوبد أثناء الموفمنت إز ويك، وبقت النهاية أيضا فيها إيه؟ سلو، فيها فاست بوينتنج أوفر شوتنج وتلوس أوف أوتوماتيزم. البتوع الثانية اللي هم بقوا الثالثة دلوقتي، أنا كنت حاطط امتحان من سي كيو، فبيكتبوا بسرعة في الحتة دي. كله جو غلط، وواحد جاي بص هو السؤال ده فين؟ كله افتح الكتاب على ايدك الشمال لمين واقلبه على ايدك الشمال الصفحه هتلاقي الكلام، بس هو عايز كلام ايه؟ عايز كلام كلام زي بتوع ثانوي كده، يعني زي بتوع النموذج كده، يعني هي نفس الكلمه. لا هو معتمد على الايه؟ على الفهم. مين اول حاجه؟ تعريف. قالوا انتوا في التعريف كلمه ما هي الباليستيك موفمنت، تعرفها الاول. وبعدين نمرة 2 يتكلم عن لو حصل بقى سؤال ثاني على الليجن، لو حصل ليجن ما هو التغير اللي هيحصل في الباليستيك موفمنت. يبقى الاول يبقى عارف يعني ايه باليستيك موفمنت، ده عباره عن الايه؟ اللي هي موفمنت فيري رابيد وبري بلاند موفمنت. يبقى دي اول نقطه، يبقى دي فيري رابيد بري بلاند موفمنت لايك بيانو بلاينج لايك تايب رايتر لايك بيسكاديك موفمنت اوف ذا اي. طيب هذه ماذا يحدث؟ لو اهم سيركت بتخدم في اداء هذه الموفمنت هي موتي فايبر سيركت، لان انا عايز بدايه قويه وعايز سبورت اديشنال سيجنالز تو بوتنشيت ذا ستارت اوف ذا موفمنت، وعايز مينتنس الموفمنت تو جو ا سيرتن ديستنس، وعايزها ستوب بريسايزلي ات رايت تايم اند رايت بليس. ده مطلوب في هذه الرابد ايه؟ رابد موفمنت. فراح يقوم بالحاجات دي مين؟ موتي فايبر سيركت. ماذا يحدث لو في ليجن في هذه السيركت؟ هيحصل ديستربنس ان ذا باليستيك موفمنت. ديستربنس ان ذا فورم اوف وات؟ ان ذا فورم اوف 3 نمبر 1 البدايه وفي النص والنهاية. كل حاجة أكثر، البداية رمز سلو، the movement is slow to develop number one، number two the force developed during the movement is weak، number three determination أيضا is slow and robust pointing. الثلاثة دول مع بعض يفقدوا هذه الحركة السريعة automaticity، فتبقى loss of automatism. واضح؟ طبعا احنا وقفنا عند السايلنت ريفيلم وقلنا الفانكشنز والليجنز بتاعته، سيرفيس ريفيلم بقى نعرف نطلع منه ازاي والانين فانكشن اوف كده. يبقى ده التعميم